أنا لو قلت لكم عن الأشياء اللي مرت فيني والعذابات اللي ذقتها كان ما تصدقوني، لكن قلت أعملها بطريقة عملية عشان تعرفون العذاب اللي شفته. أنا يوم كنت كبرك كنت عايش في قصر طويل عريض، خدم حشم مثل هالسنة اللي مرت عليك يا بندر. بندر وش اخباره؟ بندر تعرف على كارلا وأسامة عرف وش المطلوب منه. أعتقد أن بندر صدق. إيه حلو 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 حلو، هذا النبي خلها تستمر معه لين يتشبث فيه وتنسحب. زين؟ لا ممتاز ممتاز اللي صار. أبشر. الأوامر اللي عندي أنك هذه الفترة تبعدين عن بندر وتسكرين جوالك، أبغاك تختفين تماماً وتشوفين لك مكان تسكنين فيه. وأنت يا أسامة شوف لك مكان تزبن فيه وتبعد من هنا، لأنه إذا بغى يدور عليك أقرب مكان بيدور عليك هنا. طيب وبالنسبة لفهد إمتى لازم يظهر؟ ما هو بهالحين، المهم أنتي تعلميني وين بتسكنين فيه علشان إذا بغيتك وطلبتك تكونين جاهزة. أي أي لا للطلب دايخ على الآخر. أبشر أبشر. بندر بندر يلا كم 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 يلا شد حيلك شد حيلك شوي شوي يلا بندر يلا شوي شوي ألو؟ هلا كارلا، نص ساعة وتكونون هنا. يلا مع السلامة. كارلا ترى كل الكلام اللي قلتيه مو راضي يدخل راسي ابد. انا بعرف انك امبارح ما كنت بوعيك. اوكي صح اني ما كنت بوعي، بس اني اصحى من النوم ولقاك قدامي وانا متزوج شلون؟ انا ما عم بتبلى عليك، انت اللي دقيت علي، انت اللي دقيت على خيي، وانت اللي جبت الزلمه وكتبنا الكتاب. انا شو بعرفني انك منك بوعيك؟ كان لازم سجل المحادثات لحتى تقدر تصدقني. كارلا لا تحاولين تقنعيني لان كل كلامك كذب ولا هو راضي يدخل راسي ابد. قولي لي تبغين فلوس؟ من بكره تجيك ولا ها خلصتي من فهد قلت ترجعي لي مصاري؟ وعم ترجع بتقلي مصاري؟ انا ما خصني، انا الغلطانه اني رديت عليك، انا غلطانه اني صدقتك، بس عن جد انك صغير. كارلا اسمع بس افهمي، ما ترجع تحكي معي. افهمي بس دقيقه، صح المشكله اني انا ماني متذكر، ماني متذكر. انت بتتعاطى، انت بتاخذ حبوب، انا ما ذنبي لحتى تكذبني. كارلا هذه مو بخلاقي ولا هي تربيتي. ولا هي تربيتي، انا كمان بنت عالم وناس. وتورطت في هالبنت وأهلها بدوا يطاردونك من مكان المكان. والله مالي شغل فيها. ما يذكرك هذا بشيء يا نوره؟